بص الاول المفروض احنا نبقى لازم تفهم اللي هو البوزيشن، البوزيشن بانواعه عشان برضو ايه تبقى فاهم البيفور والافتر هتحطها ازاي وكده. فانا هقول لك بوزيشن كده الاول في السريع وبعدين نشوف الدنيا. انا مثلا عندي هنا ديف ايه واخد ايه اسمه تيست، ماشي. التيست ده نحط له اي تنسيق باك جراوند لون احمر مثلا، نحط له ويتس 200 بكسل، تمام كده. ايه ده الديف هنا هنجيبه في النص مثلا مارجن، هات من فوق 20 بكسل فوتو، تمام تمام كده ده الديف معايا. انا عايز ايه احط البوزيشن بتاع البوزيشن. انا عندي ايه ثلاث انواع من البوزيشن، تمام. في بوزيشن النوع الديفولت بتاعه، اولا النوع الديفولت ده ايه النوع اللي هو الستاتيك ده ديفولت، تمام. في نوع كمان اسمه ريلاتيف، ده مش هيعمل معاك اي حاجه، كنترول ار ولا اي حاجه، تمام. إيه والاستاتيك نفس الكلام، بس هقول لك استخدام الايه الريلاتيف ايه الاستاتيك ولا نفس الكلام. الريلاتيف ليه استخدام هنشوفه دلوقتي. في نوع بس دلوقتي اسمه فيكسد، نوع فيكسد هيثبته لك في الصفحه. بص هو راح هنا وثابت، احنا تعالى ندي للبادي مثلا هايت يدوم 2000 بكسل، تمام، بحيث يجي سكرول هنا. شوف لما سكرول ده بيسكرول، لا هو ثابت فيكسد. بديله ايه توب وايه، يعني ممكن اديله هنا توب زيرو هيطلع فوق، توب زيرو اهو هيخليه فوق. في مارجن المفروض هو مارجن 20 ده، تمام. توب هيطلع فوق مثلا، ممكن اديله التوب بقى هنا ال 20 اللي كان واخده 20 بكسل، تمام. نزل 20 عند 200 بكسل مثلا، كتير كنترول مثلا هو 200 بس في السكرول ثابت معايا مش بيختفي نفسه. وبياخد طبعا ايه يا توب يا بوتوم، حاجه من الاثنين، يا توب يا البوتوم، وياخد يا ليفت يا ايه يا ليفت يا راي، يعني مش بياخد الاثنين مع بعض، يا انه هيبقى إيه؟ من فوق ومن الشمال، او من فوق ومن يمين، من تحت ومن الشمال، او من تحت واليمين، حاجه بس الاثنين مع بعض لا، يعني يا توب يا ليفت يا توب يا راي. كنترول ار 200 هو برده ثابت في الصفحه، السكرول في الجنب، تمام. دي بالنسبه للفيكس نفسها بالظبط، ابسليوت هتبقى نفسها، تمام، بس مش هيبقى فيكس، يعني هنزل هيختفي بس هو واخد 200 من هنا و200 من هنا، ده الابسليوت، تمام. فدلوقتي في بقى ايه هنرجع للي هي الريليتيف. لو قلت ريليتيف ماشي مش هتلاقي اي ايه اي تغيير في اي حاجه، تمام. شيل ديت كنترول ار ولا اي حاجه، هو هتسكرول هو عادي، مش هستخدمه دلوقتي في حاجه. لو حطيت جواه ديف تاني مثلا، احط جواه سبان ماشي، السبان ده ايه سمى اي حاجه كده، نحط لها التنسيق باك جراوند ده لون اصفر مثلا، اي ويتس خلاها مثلا 20 بكسل، خلاها نكبرها شوية خلاها 100، هاي 100 بكسل، تمام. كنترول ار، بص هي المفروض هنا السبان من عناصر اللاين لازم نديها ايه، يعني نخليها اللاين بلوك او عناصر بلوك، فنخليها اللاين بلوك، تمام كده هي هنا. طب انا عايز بقى احطها في الصفحه، لو اديتها البوزيشن، بوزيشن احنا هقول لك حاجه، احنا هنا ده هنحطه تاني في النص مارجن 20 بكسل من فوق اوتو، تمام، كله هيجي في النص عادي، الاثنين في النص ماشي. لو جيت من هنا علم دي دلوقتي، لو جيت هنا قلت له بوزيشن ابسوليوت توب 20 بكسل ليفت 20 بكسل 20 بكسل، تمام. من المتوقع ان هو ايه ديت هتبقى هنا 20 من هنا و20 من هنا، ليه؟ لانها بوزيشن ابسولوت وكده، ار اهو 20 من هنا و20 من هنا. طيب انا بقى لو جيت عملت الانسر ده ريلاتيف، هيبقى ال 20 دول هيبقى المفروض ياخد 20 من هنا بالنسبه لده وبالنسبه لده، يعني المربع الاصفر هيجي هنا 20 هنا وهنا مش للصفحه كلها. كنترول ار اهو ريلاتيف، يعني بالنسبة أنا حطيت هنا ريلاتيف، هنا بقول له البوزيشن ابسوليوت ريلاتيف، يعني إيه بالنسبة للديف هتاخد 20 بالنسبة للديف وليفت بالنسبة للديف نفسه، ماشي. فلو شلت الريلاتيف هو هياخد بالنسبة للبادي نفسه، فدي الفرق ما بين الاتنين، تمام كده. البوزيشن إن شاء الله يا رب تكون وضحت يعني.